قبل ما اروح لفقره انا والناس قريب من الناس واخد اتصالاتكم وكمان اقرا الرسائل اللي انتوا بعتينها لي، حابه اقول لكم خبر حلو قوي. مصر ترسل مساعدات طبيه وغذائيه ومستلزمات اغاثه للسودان. مصر تقدم مساعدات انسانيه عاجله للاشقاء في السودان الشقيق في مواجهه اثار السيول والامطار الغزيره. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. جاءت المساعدات عبارة عن مستلزمات إغاثة وأدوية وبطاطسين وخيام ومواد غذائية ومعدات هندسية، وذلك بالتعاون بين وزارات الدفاع الخارجية والصحة. ده بالتعاون، مين التعاون مع بعض؟ وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الزراعة والهلال الأحمر المصري. كما تم إفادة قافلتين طبية وبيطرية لعدة أقاليم في السودان للمساعدة في مواجهة استشراء الألافات للمساعدة في مواجهة استشراء الآفات والأمراض نتيجة نفوق الماشية جراء السيول وحماية الثروة الحيوانية في السودان من أي تداعيات سلبية. طبعا حاجة كويسة جدا ان احنا نرسل او نبعت ومكتوب من الشعب المصري للشعب السوداني الشقيق، لان احنا طبعا اخوات، ان احنا نبعت لهم حاجات هما محتاجينها بسبب السيول، نبعت بطاطين ونبعت خيم ونبعت ادوية، نبعت حاجات، اكيد طبعا حاجة كويسة جدا جدا ان احنا نحس ببعض طول الوقت. طيب.